السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من العتبة العباسية المقدسة، قسم التربية والتعليم العالي، من مدرسة الساق الابتدائية للبنين، معكم الست ندى عبد الحسن لتقديم درس من دروس القراءة للصف الثاني الابتدائي، وهو درس خير الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل درس أهداف، وهذه الأهداف السلوكية للمجال المعرفي. يتوقع من التلميذ في نهاية الدرس خير الناس أن يكون قادرا على أن يقرأ الدرس قراءة صحيحة مضبوطة بالشكل والحركات، يبين معاني كلمات الدرس، يميز بين أل الشمسية وأل القمرية، يستخرج حروف الجر، يكتب بعضا من كلمات الدرس بشكل واضح ومرتب. وهذه الأهداف الوجدانية، وهذه الأهداف النفس حركية. والآن لنشاهد معا هذه الصورة. نعم أحسنتم، نشاهد في هذه الصورة فتاة تنقذ عصفورا وقع في شبكة. إذن عنوان درسنا لهذا اليوم هو خير الناس. ماذا يعني خير الناس؟ يعني أنه كل إنسان يعمل عملا صالحا ينفع فيه أهله وناسه وجيرانه، وكل من ينتفع بهذا العمل يسمى هذا العمل عمل خير. أعزائي الطلبة، سوف أقرأ الدرس، وأرجو من طلبتنا الأعزاء المتابعة معي في كتاب القراءة خير الناس. قال أيمن: نقطتان، جارنا عمار، فاصلة، ليس له أولاد، نقطة، طلب إلي أن أشتري له خبزا من السوق، فاصلة، فاشتريته له وشكرني، نقطة، المعلمة، نقطتان، شكرا يا أيمن، نقطة. قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس من نفع الناس. قالت المعلمة: نقطتان، من منكم رفق بحيوان؟ علامة السؤال. قالت هيفاء: نقطتان، رأيت عصفورا، فاصلة، وقع في شبكة، فاصلة، فخلصته منها وتركته يطير، نقطة. واستأذن عادل فقال: نقطتان، رأيت حمارا صغيرا، فاصلة، يبحث عن الماء في الساقية، فاصلة، فلم يجد فيها شيئا، عرفت أنه عطشان، فاصلة، فأحضرت له الماء، نقطة. قالت المعلمة: نقطتان، أحسنتم يا أولاد، نقطة، شكرا لكم، الرفق بالحيوان، فاصلة، من واجب الإنسان، نقطة. والآن سوف أقرأ يا طلبتنا الأعزاء، وأرجو الترديد من بعدي. خير الناس. قال أيمن: نقطتان، جارنا عمار، فاصلة، ليس له أولاد، نقطة، طلب إلي أن أشتري له خبزا من السوق، فاصلة، فاشتريته له وشكرني، نقطة، المعلمة، نقطتان، شكرا يا أيمن، نقطة. قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس من نفع الناس. قالت المعلمة: نقطتان، من منكم رفق بحيوان؟ علامة السؤال. قالت هيفاء: نقطتان، رأيت عصفورا، فاصلة، وقع في شبكة، فاصلة، فخلصته منها وتركته يطير، نقطة. واستأذن عاجل فقال: نقطتان، رأيت حمارا صغيرا، فاصلة، يبحث عن الماء في الساقية، فاصلة، فلم يجد فيها شيئا، عرفت أنه عطشان، فاصلة، فأحضرت له الماء، نقطة. قالت المعلمة: نقطتان، أحسنتم يا أولاد، نقطة، شكرا لكم، الرفق بالحيوان، فاصلة، من واجب الإنسان، نقطة. والآن يا طلبتنا الأعزاء، سوف نوضح بعض معاني كلمات الدرس. رأيت معناها شاهدت، خلصته معناها أنقذته، أسعى
ساقية معناها مجرى صغير من الماء. أحسنتم، بارك الله فيكم يا أبطال. وها هو نشاط أمامنا، ميز بين إل الشمسية وإل القمرية. كما تعودنا يا طلبتنا الأعزاء في دروس سابقة، إن إل الشمسية هي الإل التي تكتب ولا تنطق، والحرف الذي يأتي بعدها عليه شدة. أما إل القمرية هي الإل التي تكتب وتنطق، والحرف الذي يأتي بعدها عليه الحركات الثلاث، فتحة أو ضمة أو كسرة. وهنا كلمات أمامنا تحتوي على الإل الشمسية والإل القمرية. وسوف نلاحظ الناس، أحسنتم، اللام فيها شمسية. الخبز، بارك الله فيكم، اللام فيها قمرية. السوق، إجابة موفقة، اللام فيها شمسية. الرفق، أحسنتم، اللام فيها شمسية أيضا. الجار، بارك الله فيكم، إجابة صحيحة، اللام فيها قمرية. الماء، أحسنتم، إجابة موفقة وصحيحة، اللام فيها قمرية. بارك الله فيكم يا أبطال. مرحبا أعزائي الطلبة، نحن عائلة حروف الجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أنتم؟ نحن عائلة حروف الجر. ما هو عملكم؟ عملنا نجر الكلمة التي تأتي بعد الحرف. من أنت؟ أنا. من أنت؟ أنا. في. من أنت؟ أنا. عن. من أنت؟ أنا. الباء. وعملنا نجر الكلمة التي تأتي بعدنا بالكسرة. أحسنتم، بارك الله فيكم يا مبدعين. والآن نصل إلى نهاية درسنا. التقويم، سؤال الأول، أعطي كلمة تحتوي على إل الشمسية وأخرى على إل القمرية. أحسنتم، إجابة صحيحة، الرفق، الإل فيها شمسية. الحيوان، الإل فيها قمرية. بارك الله فيكم يا أبطال. السؤال الثاني، هل، من، وفي، وعن، وعلى، هذه حروف أم أسماء؟ أحسنتم، إجابة صحيحة، هذه حروف جر وليست أسماء. بارك الله فيكم يا مبدعين. سؤال الثالث، ما معنى الكلمات الآتية، رأيت وخلصته؟ رأيت معناها شاهدت. أحسنتم، وخلصته معناها أنقذته. بارك الله فيكم يا مبدعين. سؤال الرابع، رتب الكلمات المبعثرة بحيث تصبح جملة مرتبة واقرأها. الكلمات هي: واستأذن، رأيت، حمارا، عادل، صغيرا، فقال. أحسنتم، واستأذن عاجل فقال نقطتان، رأيت حمارا صغيرا. بارك الله فيكم يا أبطال. سؤال الخامس، اكتب الكلمة التي باللون الأزرق، أين هي؟ ممتاز، الساقية. أحسنتم يا مبدعين. الواجب البيتي، كتابة الدرس مرتين بخط واضح وجميل وعلى السطر مع الحركات. شكرا لكم جميعا ولحسن إصغائكم.